السلام عليكم. السلام عليكم المصريين ولاد بلدنا الجدعان المحترمين المؤدبين اللي بيعرفوا اللي عليهم واللي ليهم. لو انت ماشي في الشارع وما لقيتش عسكري المرور بتزعل، لو واحد خطف موبايل وجري بتقول فين الأمن؟ فين الشرطة؟ تتمنى لو كان فيه رجل الشرطة دلوقتي. ليه؟ رجل الشرطة بالنسبة لك هو مصدر الأمان. أنا وأنت عارفين، وأنت أول ما حد بيعاكسك بتدوري على مين؟ على رجل الشرطة. ليه؟ لأن انضباط الشارع وانضباط البلد بهذا الرجل. اللي يزعل يزعل واللي يزعل يتفلق. ليه؟ أنا وأنت بنروح ننام وهو يفضل في الشارع تعبان. أنا ما بدافعش عن حد، أنا بقول حقايق. افهم كلامي وهتعرف معنى الأمن والأمان. اتكلمت عن الأمن والأمان كتير، لكن النهاردة معايا ومعاكم سيادة اللواء طارق المليجي الخبير الأمني، الراجل المحترم اللي أعرفه عن قرب. منورنا النهاردة يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ يا رب يبارك فيك. يا رب يبارك لك. راجل كان شغال في الجهاز وعارف يعني ايه جهاز الشرطة، وعارف يعني ايه الناس دي بتتعب، وعارف ايه اللي ينجح وايه اللي يسقط. هنسمع منه النهاردة وهنحاول نستفسر منه عن دور الجمهور في المجال الأمني. ازاي يا سيادة اللواء دور الجمهور في المجال الأمني؟ ايه العنوان الغريب ده؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نتطرق لهذا الموضوع هنتكلم الاول عن ايه المجتمع وايه والجمهور بصفه عامه. تمام. الجمهور بصفه عامه هو مجموعه من الافراد او مجموعه من الناس لهم طلبات ولهم احتياجات ولهم رغبات في المجتمع اللي هم عايشين فيه، على ارض ومساحه معينه عايشين فيها، وفي قانون بيحكم هذه المجموعه او هذا الجمهور. تمام. من خلال الرغبات بتاعت الجمهور ومن خلال الحاجات دي يبقى في موجود هنا لازم صورة من صور الأمن اللي هي على مر العصور اختلفت على أشكال مختلفة وتأثرت وأثرت على مختلف العصور منذ إيه العصور الأولى. كلامك جميل يا ست لواء. لو رجعنا العصور الأولى أصلا كلها، تمام، العصور الأولى اللي قبل وجود الشرطة هتلاقيها إيه؟ حياة غوغاء، عبارة عن غابة ما فيش فيها أي حاجة، ما فيش فيها أمن، ناس ماشية وخلاص كده، ها؟ ما فيش فيها حماية غير الله سبحانه وتعالى طبعًا، وهم ماشيين بدون أمن. وده قانون كان بيحكمها، قانون الغابة ما لهاش حاجة. تطورت المجتمعات إلى إن إحنا وصلنا للأمن في العصر الحديث اللي هي المؤسسة اللي إحنا فيها، مؤسسة ضرورة. الأمن اللي هي مؤسسة ضرورة. تمام. طيب حضرتك كرجل شرطي عشت وتعبت وقابلت أحداث وعصرت مجرمين وكنت في الشارع وعلى المكتب وفي المؤتمرات وبره مصر وجوه مصر. أنا عارف إن شغلتكم فيها مشقة، ومحدش يفهم كلامي ده إن أنا ببرر شيء لشيء، والله أبدا. أنا بتكلم وأنا في منطقة المنتصف. سيادة اللواء، النهاردة إحنا بنقابل ضباط كتير في حياتنا وبنقابل أكيد. الشرطة في أكيد. حياتنا، مش ده مصدر أمان لنا؟ ده أكيد مصدر أمان. طب إيه رأي حضرتك فضل. في بعض بعض من الجمهور بيعتقد، يعني وده اعتقاد خاطئ، إن هو لما بيشوف الشرطة أو يشوف الأمن في الشارع بيقلق. طب تقلق ليه؟ يبقى أنت عندك حاجة غلط. عمر راجل الشرطة ما هيعمل حاجة معاك
وانت ماشي سليم. هو بصراحه كده يا ست لواء، انتوا لما بتكونوا واقفين في كمين بتعرفوا ازاي المجرمين؟ والله مساله اصلا يعني اذا كان فيها الانسان له حواس خمسه فالمفروض ضابط الشرطه أيوة. له حاسه سادسه اصلا اللي هو اكنه هو خبير بيبتدي تيجي له الحاسه ان هو احتمال كبير ان في مثلا في الكمين ده في عمل هيتم تخريبي او عمل هيتم اجرامي او حاجه، فبيلتجئ الى القانون علشان يتجه الى السياره او يفتش او يتجه اي اجراء. طب يعني انا اعرف ازاي انا واقف كمين دلوقتي؟ تمام، ازاي انا هتجيلي الحاسه السادسه دي؟ مش عايزين يعني انا اسف انا بحب ابقى واضح شويه مع الناس، مش عايزين نضحك على الناس، واحنا عمرنا ما ضحكنا على الناس الحمد لله، وانا عارف حضرتك يعني راجل محترم. اتفضل. ازاي انا اقدر اعرف العربيه دي بعيدا عن عن الارشادات والاتصالات وان في تبليغ معين؟ لا انا اشتهى يعني يقول لك يقول له العربيه دي فيها مخدرات او وفعلا يجي يبص يلاقي العربيه دي فيها مخدرات. انا عايز افهم الكلام ده بيجي ازاي؟ هو ده يا باشا هيجي يا فندم من خبره، خبرة الضابط. الناس الجمهور بيعتبر ضابط الشرطة من الخبراء. نعم. وهو واقف في الكمين هو عارف حدوده وعارف التقاليد الشرطية وعارف الجمهور ده مين وعارف فئاته وعارف ان في طلبة وفي صحفيين وفي عمال وفي فلاحين، والكمين ده في تشكيلة معينة، في تشكيلة جامدة. تمام. فهو بيبتدي بيشوف العناصر اللي هو ماشي بيها بيشتغل بيها. تمام. الى ان هو بيلاقي مثلا جريمه معينه ماشي في حال التلبس هو بيقوم بيظبطها، انما هو المفروض من خلال خبرته في خلال العمل الشرطي هو بيتوصل الى هذا الموضوع، ومن خلال الخبرات اللي خدها ومن خلال الدورات اللي حصل عليها ومن خلال الجلسات مع رؤسائه والمأمير وغيره الى حد السيد وزير الداخليه. احنا طبعا يعني لنا الحظ الحمد لله ان احنا نشكر السيد وزير الداخليه السيد محمود توفيق من اعظم وزراء مصر، لانه هو من الناس الحكماء فعلا، وبيشوف فاتح مكتبه للناس وبيشوف عنده مهام كتير جدا لوزاره الداخليه اللي هي مؤسسه الضروره اللي الداخليه هي مصر كل حته. الناس بقى اللي ما تعرفوش يا سياده اللواء هم كل اللي اتعلموه وشافوه في حياتهم يقول لك الشرطه دي هو الاسم، هو ما يعرفش حاجه عن الشرطه وعن 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 جهاز الشرطه اللي هو غير ان هو يروح هو راح الاسم راح الاسم هو ايه دي ما يعرفش غير كده ما يعرفش غير اسم. طب احنا عاوزين نعرف من حضرتك يعني في يعني انا طبعا المعلومه عندي بس انا عاوز اسمعها من حضرتك كخبير امني وراجل شرطه متفوق، ايه الاجهزه المنتشره واللي الناس ما تعرفش عنها حاجه وبتخدم الجمهور في ادق التفاصيل؟ في ادارات كتير وزاره الداخليه فيها ادارات ومصالح كتير جدا. تمام. طب ما في اداره الجوازات تمام بتخدم في مجال الشرطه تمام تمام، جميع مطارات مصر جميع مواني مصر تمام بتخدم السفر المسافر والمغادر البلاد وبتفتش وبتشوف الدخول المطار والجوازات المطار والجوازات تصاريح العمل الناس ما تعرفهاش تصاريح العمل تصاريح العمل الاداره العامه تصاريح العمل وبتصدر التصريح اللي هو العمل لدى المصريين خارج البلاد لازم تصريح العمل وبتكشف عليه وتشوف اوراقه ومستنداته تمام هذه برضو مؤسسه. طب ما في عند حضرتك دلوقتي المؤسسات اللي مشروعات وزاره الداخليه اللي بتاثر في الجمهور زي اللي بتبيع عربيات بتبيع في الشارع دلوقتي كل حاجه اللحوم وكل حاجه بتلاقيها موجوده تمام تحت مسميات معينه لوزاره الداخليه. هل ده معناه هل ده معناه مؤثره هل في السوق؟ هل العربيات دي لما تنزل تبيع للناس ده معناه تقليل؟ مع احترام لاي حد يعني معناه يا فندم تقليل من جهاز الشرطه؟ مش تقليل بالعكس ده نوع ده حاجه حاجه ايه؟ بأثر في الجمهور بالايجاب تمام وبحقق له تواجد السلع موجود والقوات المسلحه وايضا بدون قطع كلام سيادتك القوات المسلحه برضو كده موجوده مشكورة العربيات مشكورة دي موجوده وموجوده في جميع اسواق مصر. طب هم بيعملوا كده ليه؟ ده دور بيعملوا حضرتك كده ليه؟ هل هدفهم ربحي؟ لا الهدف ده هي ما فيهاش حاجه الا هامش ربح بسيط، بس الهدف الحقيقي ضبط السوق تمام ضبط السوق المصري وضبط الايه ضبط الشارع وضبط الاسواق اكنها مراقبه بطريق غير مباشر الاسواق، بدل ما انا براقب السوق وبحط عليها سلطه معينه انا بخلق السوق دلوقتي بعمل شرطه المرافق موجوده وبتعمل بتدور على الاسواق وبتنسق مع المحافظه ان تنقل الاسواق لاماكن معينه وترشد الناس عنها تمام. الناس بتشوف اهو الباعه الجائلين كل ده مجهود تمام ده مجهود ما بياخدوا الباعه الجائلين ودوهم في الاسواق افتح لهم اسواق بالتنسيق مع المحافظه ما هو ده برضو دور مؤثر للشرطه. طب في ادوار للشرطه اتفضل
الجمهور ما يعرفهاش غير الاسم والمطارات والجوازات وتصاريح العمل. في حاجات في يعني في حاجات الشرطه ما تعاملش بيها، في ادارات ما حد لا في ادارات الناس ما تعرفش عنها حاجه، ما تعرفش عن حاجه، الجمهور ما يعرفش عنها حاجه. زي ايه مثلا؟ مثلا في طب ما في اداره حديثه دلوقتي مقاومه الاتجار في البشر، في اداره اسمها مقاومه الاتجار في البشر. في البشر يعني حتى يا باشا في دراسات بتتعمل تمام ومحللين ليها وظباط كفاءه مختارين اختيار جيد تمام لمكافحه الارهاب والاتجار في البشر كويس، ودي اداره قويه جدا وموجوده ولها ظباطها وبالاختيار. دي بتمنع 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 بتقلل او تمنع تمام عمليه السفر للخارج بطريقه غير مشروعه او الهجره غير شرعيه او الهجره غير مشروعه. طيب احنا يا سياده اللواء، الشارع المصري ظهرت فيه شويه جرائم ممكن نقول مش ظهرت، ربما تكون موجوده من فتره واحنا مش واخدين بالنا ربما، بس اللي ظهرها السوشيال ميديا وانتشرت عشان انتشار الكاميرات في الشوارع، البلطجه، التحرش، الحاجات اللي احنا ما عهدناهاش في المصريين. المصريين عمرهم ما كانوا كده ولا تربيتهم ولا اخلاقهم، بس ظهرت شويه فوارق. طب الشرطه المصريه اللي هي مسؤولة الأول والأخير عن الأمن الداخلي للبلد، نقدر نقول يعني مش هقدر أقول تقصير طبعا، لكن هقدر أقول إيه، إزاي نوصل؟ هو عسكري الدرك بتاع زمان ده مش موجود ليه؟ اللي كان يجي أنت في مين هناك؟ فاكره؟ عسكري الدرك بتاع زمان كان محبوب في الوقت ده. طب ده مش كان بيمنع الجريمة؟ كان بيمنع الجريمة بس كان برضو ليه سلبياته، وكان الشارع المصري زمان فيه 15 واحد، الحرف فيها كام فرد؟ فيها كام ايه؟ فالنهارده عندك برضو مندوبين الشرطه موجودين، وبعدين والعساكر موجوده، وفي انتشار كبير جدا في الشوارع. انا قصدي ان تواجد رجل الامن في الشوارع هيمنع انتشار الجريمه. النهارده انا مثلا ايه؟ مثلا واحد حرامي ربنا يحفظنا يعني، عايز يسرق موبايل ويخطفه ويجري. لو لمح العسكري واقف على اول الشارع هيعمل ايه؟ ده منع، انت حضرتك هتتكلم عايز منع الجريمه قبل الوقوع. ان هو نفسي طبعا نفسي المحاذير، الوقايه خير من العلاج. تمام. هنا نقدر نوصل للمرحله دي، نقدر نوصل للمرحله دي. تمام. اذا هنا النهارده اذا كان ضابط الشرطه تمام او الامين او العسكري او كل فئات الشرطه، رجل الشرطه بصفه عامه تمام، بيأدي واجباته وبيمر بمرور دوري في مواعيده تمام تمام، وبيستمع للقاءات رؤسائه تمام تمام، بينفذ تعليمات القانونيه تمام اللي قالوا عليها رؤسائه في الكتب الدوريه وغيرها وغيرها وغيرها. هو لو نفذ ونزل بيأدوا دورهم، بيأدوا دور كبير، هم بيأدوا حاليا دور كبير جدا. طب وانتشار المجتمع وانتشار الشوارع برضه دخلتني في حته كده جميله قوي. اتفضل. القانون تمام، القانون تمام، القانون ماشي. القانون انا معاك. اتفضل يا قلبي. كلنا بنحب القانون وما بنحبش خلاف القانون، بس متهيألي رجل الشرطة الناجح، أنا حسب معلوماتي إن حضرتك ما شاء الله يعني ليك أكثر من 35 بحث في مجال الأمن ورجل الأمن وكده، عايز أعرف رجل الشرطة الناجح بامتياز في الشارع وعند رؤسائه وفي كل حتة ينجح ازاي؟ هل هو السؤال هنا بقى، هل هو الرجل الحازم ام هل هو الرجل المتعدي ام هل هو الرجل الملتزم بالقانون، يلتزم بالقانون بعزافيره، ام اللي هو بقى القانون مع الرحمه، القانون مع الرأفه، القانون مع الانسانيه؟ مين الناجح؟ انا اميل اكتر لتنفيذ القانون مع الانسانيه اللي هو تنفيذ روح القانون. تمام. انفذ القانون بالكامل وبحزم ان هو ايه مفيش حيدة عن تنفيذ القانون، وده يعتبر هو ده الحزم، ولكن مع الناس انفذه ازاي بجو من الانسانية او من روح من الانسانية او من بروح طيبة ما بيني وبين الجمهور. طيب وده يبقى المخرج حضر لنا كده الفيديو اللي احنا شفناه، الفيديو ده عدى الملايين في المشاهدة، اللي هو باشا الفيديو اللي هينزل دلوقتي. في ضابط ولا حد يعني مش ضابط ده بيبحث عن شهره ولا حاجه، يعني القصه كلها ان هو راجل محترم حسب معلوماتي ان هو من محافظه الدهليه،
معلوماتي. طب نسمع الفيديو كده. انا كنت سايب الناس ماشيه عشان الناس متعلمه، الناس عارفه الناس هتمشي ازاي، ان ده رايح وان ده جاي. بعد يا باشا بعد حادثه بعد ما حصل كارثه الناس ابتدت تقول الناس ابتدت تقول لك اصل احنا شغالين، بس انا ممكن انزل كل يوم اجيب 300 روح على الفور. بس هو الاولى ان انا ما انزلش، الاولى ان في ناس متعلمه في البلد ممكن تمشي تساعد الناس. ما رضعتش مني انت مش هتتوجع وجع لابنه مات، ولا انا هتوجع وجع لابنه مات، صح؟ احنا بقى نساعد بعض. بص يا باشا انا عملت اللي عليا، انا ضابط مرور عملت اللي عليا، نزلت اخدت الملفات اللي شارع الشعراوي قدام عشان الناس ماشيه عكس الاتجاه. المهم ده طريق مفتوح، لو الطريق ده مقفول انا مش هقف، ولو الطريق ده مقفول وحضرتك متضايق منه المفروض ان احنا نيجي نشوف مثلا نفتحه لك. انا بقول الطريق ده والطريق ده مفتوح ومتسقف ونضيف زي الفل، لا يوجد اي داعي ان انا مش عكس الفل. مشروع بقى طالع بس انا يا باشا بستخدم روح القانون، ما بطبقش القانون بحكم بيه، وده للاسف المفروض انا اخد الراجل معايا، ما باخدش الراجل معايا. اسمح لي يا باشا، اسمح لي اسمح لي من خلفي واحد بيتكلم في تليفون مش كلام، اسمح لي من خلفي ان موت ناس. ست اللي هو حضرتك شفت معانا الفيديو تمام. ده مثال مشرف، مثال صراحة ايجابي في المجتمع. رجل الشرطه بيتعب، وفي الاخر بعض الناس في فئات في المجتمع بتقسو عليه مع انه هو متحمل مسؤوليه، يعني هنقول ما يتحملهاش البشر العادي. والناس عايزه تفهم انا عمري ما دافعت عن حد، انا راجل بلعب في منطقه المنتصف، بحب الناس كلها وبحب كل من يسعى الى علو وازدهار هذه البلد. النهارده الراجل المحترم الضابط اللي شفناه ده اللي احنا ما نعرفش اسمه تعامل بشيء من الانسانيه، مع ان هو مش مطالب بده، هو مطالب ان هو ينفذ ايه؟ القانون. شاف مخالفه بينفذها، مخالفه مرور، لكن سبحان الله شفناه بيتعامل مع الناس، بيفهمهم ويوضح لهم، بيقول لهم لو عملتوا كذا هيحصل كذا، لو ما عملتوش كذا هيحصل كذا، وبيتفاهم معهم. ده بيخلي الناس يحصل لها يا سياده الاول. ده بيدي ايجابيه وبيدي مثاليه لرجل الشرطه في الشارع، وحقق هو الانضباط. انا شفت الفيديو ده اول مره اشوفه على فكره، واعتقد ان ده ضابط، مش اعتقد ده اكيد ده ضابط محترم جدا. اولا واضح ان هو بيرتدي الزي على وجه لائق، شعره مقصوص الى وضع معين، الهيكل اللي قال عليه الشرطه ووزاره الداخليه ان ليه هيبه معينه، تمام، واقف بقوام محترم في كلام من الناس، بيتكلم معاهم بالقانون، بيتكلم معاهم بالرأفه بالرحمه، بتقول لهم انتوا متعلمين يا جماعه، انتوا ناس متعلمه، انتوا ناس افاضل، انا ضابط مرور ممكن احقق المخالفه بس، وهو كده واقف في وسط الجمهور. ما ده دور جمهور ودور ضابط الشرطه كده في مواجهه الجمهور، مش عايز اقول في مواجهه الجمهور، لا كده الجمهور في مواجهه ضابط الشرطه، وهم الاثنين اصبحوا في علاقه تبادليه وعلاقه وديه. علاقه تبادليه، تبادليه وعلاقه وديه هم الاثنين. الله، كلمه جميله قوي يا سياده اللواء، دي كلمه عجبتني قوي، علاقه تبادليه. تبادليه يعني مش دايما نخطئ رجل الشرطه، لا هي لا، مش دايما لا نحمل مسؤوليه، هي علاقه تبادليه. طب العلاقه التبادليه دي يا سيادنا يا محترمين، ما تخليناش نروح في منطقه تانية ونقول انت ليه لما بتشوف غلط ما بتبلغش عليه، ولا انت فرحان تشير لي فيديوهات ومش عارف. طب ماشي شيرت فيديو، طب انت ما بلغتش الجهات المسؤوله ليه؟ ما تجرب. هو احنا عندنا ست اللواء جهات ممكن نبلغها في التليفون وتنتبه لينا بسرعه طبعا، في سرعه منع الجريمه طبعا، من اول النجده ايوه الى اخر جميع الادارات، في لهم ارقام موجوده وزاره الداخليه بتعلن عنها، هي خطوط الساخنه، خطوط الساخنه واداره العلاقات. بيردوا علينا يا سياده اللواء، بيردوا علينا يا باشا، بيردوا كل الخطوط حتى لو في حاجه، انما البلاغ لما بيجي للجهه بياخد البلاغ على طول بسرعه، بيفحصه في خلال دقيقه، بيديه لاكبر منه هو قاعد يرد عليه،
ياخد بياناته اكنه موجود كنترول داخل كنترول وزاره الداخليه في نفس الخط الساخن، ياخد بياناته يعرف هو مين، تحقق من صحه البلاغ لانه ممكن بلاغه يكون غير صحيح. تمام. في دقيقه واحده اقل من دقيقه واحده يرد عليه ويقول له انت فين، وياخد تليفوناته وبياناته ويبتدي يتعاون يشوف مين الاقرب ناس ليه يبعتهم له من الشرطه او الجهه المنوط بها رد الفعل لهذا العمل. طب حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال. تمام. رجل الشرطه الناجح. تمام. اتفضل. ان شاء الله كل بلدنا تبقى ناجحه يعني ان شاء الله رب العالمين. القانون مع الرحمه ولا مع الانسانيه ولا مع الرأفه ولا رجل القانون بس؟ رجل القانون مع الرأفه والرحمه. اه. الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الرحمه. الرحمه اثناء تنفيذ القانون. ببساطه كده انا بنفذ القانون في الشارع، واحد كبير، واحد كبير في السن غلبان، تمام، عنده حاله تعب، حصل مش عارف ايه، وانا بتناقش معاه، بتكلم معاه، بشوف الرخص بتاعته، بشوف اي حاجه معاه، تمام، على ان راجل مامور ضبط اداري. تمام. بساله في الشارع لقيته تعبان، لقيته كهل كبير، لقيته سنه كده ما يسمحش، لازم اتعاون معاه، اشوف له ميه، يمكن عايز يشرب ميه، يمكن عايز حاجه، يمكن عنده ازمه سكر، استنى عليه شويه، يمكن عنده ازمه، يمكن عنده حاجه، استنى عليه، ما هو تحت السيطره هيروح فين؟ مش حكايه يعني. موضوع ابسط من كده بكتير، واقدر انفذ القانون كده وروح القانون في الشارع وحقق انضباط وحقق سيره محترمه للراي العام في الشارع، تمام، واصبح كده يبقى المنوط العمل الشرطي هو العلاقه التبادليه والوديه لاصحاب الاقات البيضاء مع الشارع. هستاذنكم في فاصل ونرجع لكم تاني. حضرتك ذكرت جزئيه في كلام حضرتك كده تخليني اقول ان الجمهور عليه مسؤوليه. طبعا. الشعب عليه مسؤولية. طبعا. طيب لو قلنا نسبة وتناسب، الشرطة بتسعى جاهدة بتعمل اللي ما بتعملش 24 ساعة إلا بالمناسبة، هو احنا دولتنا الأمنية أخبارها ايه؟ دولتنا الأمنية آه. من خلال المؤسسة الضرورة اللي احنا بنقول عليها تمام، وصلنا لمرحلة كويسة في منع الجريمة. مرحلة كويسة في منع الجريمة طبعا، وعدينا معدلات كبيرة، وفي كل الادارات والمصالح بتعلن عن طريق وزاره الداخليه. تمام. عن طريق اداره الاعلام والعلاقات بتعلن جميع الاحصائيات على التلفزيون وبتجيبها، تمام، كل شهر وكل 3 شهور وكل 6 شهور وكل سنه، وتعمل خطط وتحليل الموضوع، شوف نسبه الجريمه قد ايه، تقل قد ايه، وتزيد قد ايه. تمام. تحليلات موضوعات بتقوم طيب. بيها جهات كتير. كلام حضرتك مبشر ان شاء الله، ربنا يكرمنا يا رب، لان احنا هدفنا بلدنا، هدفنا ان احنا ينضبط الشارع. طيب لو قلنا الجمهور تدي له نسبه قد ايه في مساعده الدوله في الامن، والشرطه نسبه قد ايه في مساعده الدوله في الامن، هي الحفاظ على الامن. انا مش عايز برضو اكون ايه يعني، عايز اكون يعني حكم في المنصفين، مش عايز اكون يعني ايه اتك على الجمهور او اتك على الشرطه، لان قلنا هي علاقه تبادليه بصراحه. علاقه تبادليه. انما مين 50 50 مثلا 50 طب ليه، طب ما هو الشعب قد ايه، كم في المئة من الشرطة؟ 100 هو كل أسرة فيها رجل شرطة واحد، سواء عسكري أو أمين أو ضابط أو غيره، صح؟ تمام. إنما الشعب اللي أنا جزء منه، تمام، عدد كبير جدا، عندنا 100 مليون أو أكثر. سيادة اللواء بيوجه لنا رسالة مهمة جدا، محدش يسكت على غلط. لو عاوزين الشارع ينضبط وعاوزين بلدنا تبقى جميلة، وهي ان شاء الله هتبقى جميله، لازم ما نسكتش على الغلط، لازم اللي يشوف حاجه غلط يبلغ عنها. ليه؟ انا وانت نفسي ونفسك ان بلدنا تبقى جميله، امشي في الشارع ابقى في امان، بنتي تروح المدرسه محدش يعكسها، محدش يقطع اشاره المرور عشان ما تحدثش حوادث، ما يبقاش في حوادث. الشوارع ما يبقاش فيها مخالفات. كل ده هيبقى دور الشرطة لوحدها، مش ممكن. الشرطة عمرها لوحدها ما تعمل كل ده لوحدها. بيا وبيك البلد هتزيد. وهنطمئن أكتر. وهننام مستريحين. سيادة اللواء. اتفضل.
في حاجة اسمها الضمير. تمام. ايه اهمية الضمير عند ضابط الشرطة؟ ده الضمير الانساني ده مش عند ضابط الشرطة، عند اي شخص لازم يكون عنده ضمير. انا قلت ليه قلت الضمير عند ضابط الشرطة؟ ليه نقول عند ضابط الشرطة؟ اقول لسعادتك سامحني بقى. اتفضل. ضابط الشرطة راجل مسؤول. تمام. راجل بيحقق العدالة، بيحقق تنفيذ العدالة. تمام. بيحقق انضباط الشارع، عليه حمل كبير. طب ضميره ده يعني له ايه؟ الضمير ده بالنسبه له كل حاجه، الضمير الانساني بتاعه كل حاجه. تمام. تمام. لان هو الانسان هيعيش بالضمير بتاعه كضابط شرطه، هيعرف يواجه ويواجه الشغل تمام، ويشتغله بكرامه ويحقق فيه نتائج ايجابيه سليمه تمام، اذا كان ضميره ضمير مرتاح. واغلبيه طبعا ضباط الشرطه، انا مش هقول عندنا نماذج مشرفه كتير، نماذج مشرفه كتير، بس هي قصه ليه انا ليه ذكرت حضرتك ليه حضرتك ليه الجزئيه بتاعت الضمير؟ لان كل واحد بنخاطب الضمير الانساني في كل واحد في المجتمع المصري. انا عايز اخاطب كل واحد في المجتمع المصري، سواء ضابط او عسكري او مدني او غيره او طبيب او صحفي او او فلاح او او اي حاجه. تمام. تمام. لازم يخاطب ضميره. طيب. لازم يخاطب ضميره اثناء العمل. الضمير ده يبقى في كل حاجه. بس انا عاوز اقول لحضرتك، انا ليه قلت الضمير عند ضابط الشرطه؟ لان الضمير ده المحرك الرئيسي للانسان. الانسان العادي، الانسان العادي يخالف ضميره براحته هيتعاقب، لكن ضابط الشرطه لما يخالف ضميره ممكن تحدث يجي يعني يبقى في مجني عليه يصبح متهم. لكن احنا طبعا احنا عندنا جهاز شرطه الحمد لله محترم، وانا واثق من دي، وحضرتك اشتغلت، انا شفت بعيني. انا عايز اقول ايه، نجاح ضابط الشرطه بضميره بنسبه كام في الميه؟ بنسبه اكتر من 90% حقق النتائج الايجابيه. تمام. تمام. وبعدين سيادتك تطرقت ان ضابط الشرطه هو الوحيد اللي هو لازم بضميره. طبعا. تمام. في درجات قضاء كتير، في نيابه، في قضاء. انا مش المنصف النهائي. لا انا قصدي مش انا مش عايز اقول النيابه والقضاء يعني ضابط الشرطه لازم يكون على حياد، متواجد مع الناس، يكون متواجد مع الناس ويكون على حياد كل حاجه. ما دام خاطبت الضمير يبقى خاطب كل فرد في المجتمع في ضميره. حضرتك كنت عامل ابحاث عن نجاح ضابط الشرطه وشكل ضابط الشرطه وكيان ضابط الشرطه. حتى انا فاكر قلت لي جمله جميله كده، تقول لي ايه من صفات رجل الشرطه؟ التواضع، البساطه، مش التبسط ان هو يبقى يكون متواضع. مش قصدي انه يتنازل. لا مفيش تنازل. لا مش قصدي انه يتنازل عن شغله او عن هيبته او عن كذا، لا هيبقى في خلل. تمام. قصدي التباسط مع الناس. البسطاء. تمام. تمام. ليه؟ لان ما بتكلم انا مع فلاح غير ما اتكلم مع عامل، غير ما اتكلم مع سيكولوجيه ده غير سيكولوجيه ده لازم يكون خبير كمان نفسي. يبقى لازم تكون خبير. انا اتطرق لموضوعات كتيره وقت كده. كده لازم يبقى خبير نفسي. يبقى خبير نفسي. يبقى انا لازم اخاطب بقى كل واحد كمان بلغه الجسد. What's the meaning language is saying now. لغه الجسد العصبيه او البرمجه العصبيه بتاعه الانسان بتقول اكيد هو بيدرس إيه؟ الكلام ده الى حد ما في ناس بتدرسه في دورات، وفي عندنا معهد العلوم الجنائيه اللي في امبابه. تمام. دكاتره عظام واساتذه جامعه دارسين علم النفس الجنائي. تمام. وبيدرسوه وبيدرس برضه في الدورات، بعض دورات معينه لوزاره الداخليه اللي تحتاجها للضباط. سيكولوجيه المجرم، علم الاجرام والعقاب، ده بيدرس في الجنائي. لما يتخرج عنده دورات اللي هي بتاع زي ما قلنا، مثلا ممكن بيتخاطب سيكولوجيه الفرد ده، ايه هي احساسه كده ان الشخص ده صادق ولا مش صادق. وده كده ما بتكلمش كده في ربما نتلقى اتصالات دلوقتي. ما بتكلمش كده في حدود. اتفضل. من الشارع المصري، لان الموضوع ده طبعا يعني الناس نفسها كلها تبقى يعني عايشه في اطمئنان، خاصه ان نسبه جريمه البلطجه بقى وسط الشباب عليت شويه، بقت يعني في نوع من انواع الانفلات عند الشباب، مش عند يعني جهاز او الشرطه او غيره. جهاز الامن بيحاول يسعى لضبط الشارع، انا معاك، لكن الشباب المنفلت ده، المتهور اللي ما كانش في الصور دي زمان، هل دي تعتقد حضرتك ان هي من ضمن دور الجمهور في المجال الامني؟ ليه برضو حضرتك حكمت انها مش موجوده زمان؟
الو هي معلش يا ست، انا اسف يا ست لواء. الو الو ايوه ايوه اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت بس حابب اعلق على الكلمتين اللي هو طارق مليجي بيقولهم. اتفضل حضرتك، معاك سياده اللواء. تمام اتفضل زي حضرتك يا باشا. اتفضل يا فندم. والله انا بحضرتك الكلام بتاع الضمير اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو فعلا كلام صادق جدا وكلام صحيح، وانا يعني اللي هو طارق المليجي من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، وعلى المستوى الشخصي يعني انا اتعاملت معاه وربنا يديله الصحه يا رب. يا رب يبارك فيك. الله يخليك وتشكر جدا، متشكر على ذوقك كتر خيرك. ماشي ماشي يا باشا، شكر على ذوقك جدا كتر خيرك كتر خيرك متشكر. اهو يعني واحد متصل محترم بيقول ان اتعامل مع حضرتك في مجال وانت في الشغل يعني، ف يعني واضح جدا من كلامه ان حضرتك بتتعامل بضمير. الحمد لله. والنماذج اللي هو طارق والنماذج الامنيه عندنا في بلدنا، مش عشان والله انا يعني ما بدافعش عن حد، لكن انا عاوز اقول النماذج دي كتير قوي، بس للاسف اهل الشر دايما بيركزوا في الحاجات الشاذه ويبنوا عليها موضوع، يقول لك مش عارف ايه ده. انا معاك ان الكيان الدولي او كان مصر او كان البلد ممكن عضو صغير فيه يؤثر على امن البلد كلها، معاك. تنصح بايه يا ست اللواء؟ طيب معانا اتصال. اتفضل استاذ شعبان. لو سمحت يا باشا، بالنسبه للمواقف في السيارات على مستوى الجمهوريه كان بحظ غربيه او اي موقف ثاني، ممكن تعلي صوتك شويه؟ تنسيق اداره المرور مع اداره الموقف مع مسؤولين المحافظه، الخطوط اللي عليها ضغط ركاب، يتحول مسار السيارات اللي معلوم ضغط، تطلع بتنسيق مع اداره الموقف واداره المرور ومسؤولين المحافظه، لان كده بيبقى فيه تكدس اثناء الخروج الطلبة بالذات. الكليات عندنا هنا مجمعات حوالين الموجة. انت حضرتك ساكن فين؟ ساكن فين يا استاذ شعبان؟ انا ساكن في قرى شبرا النملة. فين؟ قرى شبرا النملة محافظة غربية. شبرا النملة؟ طيب محافظة غربية. انت حضرتك بتتكلم عن التكدس المروري. إدارة الموقع تنسق مع إدارة المرور مع مسؤولين المحافظة يغير مسار العربات، الخطوط اللي ما فيهاش ضغط تتحول على الخطوط اللي فيها ضغط، بخصوصا وقت الطلب والخروج كليات الجامعه. ربنا متشكرين يا استاذ شعبان. استاذ شعبان بيقول نقطه جميله جدا. تمام. بيقول ان بيحدث تكدس مروري في منطقه هو اللي هي في يعني في المحافظه الغربيه شبرا النمله زي ما قال. تمام. بيقول ان اثناء خروج المدارس بيبقى في تكدس ولازم يتنسق مع المحافظه ويتنسق مع جهاز الشرطه. شوف الناس عارفه ايه، عارف الحل فين؟ عارف الحل فين بالظبط؟ عارفين الحل. طب وايه رايك؟ ويرجع يقول لك ايه؟ انت مش عارف بتعمل لي مخالفه. طب ما هو انت طب ايه رايك يا باشا بالظبط كده؟ ايه راي سيادتك في الميكروباصات اللي خرجت من بره الطريق وقت الزحمه وقت المدارس عشان تتكدس بره، واداره المرور بتجري وراها وتقول لهم ويسحبوا التراخيص ويشوف المخالفات بتاعتهم؟ يروح الاخ سواق الميكروباص يطلع يعمل فيديو يقول لك ايه؟ انا راجل غلبان وطالع على لقمه عيشي وانتوا بتوقفوا لنا وانا ما عنديش غير قوت يومي. ماشي يا سيدي، احنا 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 مش ضدك. يمكن سياده اللواء هيوجه لك دلوقتي كلمه. هو قال انا غلبان يا سياده اللواء، وانا هو وغيره يعني، وعملوا لي مخالفه ب 1000 جنيه وهيخربوا بيتي. طب ما انت هتضيع روح يا ابني، ثمنها ملهاش، ثمنها غالي قوي عند ربنا. النفس دي لما يطلع عكس مش هيدوس له عيل صغير، مش هيدوس ناس ستات او رجاله ايا كان. توجه له ايه يا سياده اللواء؟ ده برضو اوجه له رساله الضمير اللي سيادتك قلت عليها من شويه. يبقى الضمير مش عند رجل الشرطه بس، الضمير عند الضمير الانساني. ايوه موجود عند رجل الشرطه وعند كل انسان بيشتغل في عمله. سواء عمل عام او عمل خاص، يرعى ربنا في اكل عيشه وفي عمله. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في موقف ميكروباص، وقف في الميكروباص يطلع بره، طب ما بياكل رزق غيره زي ما بنقول، بياخد عربيه تانية بياكل رزق غيره. لو واخد دخل الموقف وخد الدور بتاعه فهلاوي شطاره، دخل خد دوره، تمام، ما برضه هيكسب وهيجي له الدور. تمام. اذا كان في تكدس بقى في الموقف وما فيش حاجه بره خالص وتكدس،
بتقوم بالتنسيق اداره المرور بالتنسيق مع المحافظه مع غرف عمليات المحافظه تمام بعد عرض طبعا السيد المحافظ في كل في محافظته ان يشوف ايه الاسباب ايه والمسببات ايه وعددهم قد ايه والمواقف البديله ايه والاماكن الساحات الموجوده اللي تعمل فيها ساحات فضاء ايه وتحط عليها يافتات وتبتدي يعمل ارشادات لنقل الاماكن دي لاماكن اخرى. انت عارف حضرتك يعني شوف حضرتك انت بتتكلم في مجال الامني بشيء من الفهم والوضوح. عارف الشعب المصري ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز هو يحط المعادله هو اللي يظبط نفسه وبعد ما يظبط هو الشكل اللي على مزاجه يمشي عكسي عايز يمشي الناس على مزاجه هو. يعني تيجي الشرطه تقول له انت كده راجل تمام يعني يروح عامل موقف مثلا مخالف موقف عشوائي ويقول لك ايه هو ده اللي عندي هو ده اللي عنده. طب ما انت بتطالب الدوله ان هي تنضبط. اسمع الكلام يا شريف يا مؤمن يا محترم يا مؤدب. انت عايز تقنن وضع وترجع تقول اصل الخلل عند جهاز الشرطه او عند الجهات المسؤوله او عند المحافظه أو انت بتصنع الفوضى. انت وانا وانت اللي بنعمل الفوضى. تلاقي سياده اللواء تلاقي مثلا بعض السائقين يروح واقف في نص الطريق يقول لك ايه يا عم ده انا بنزل ست كبيره. طب يركن على جنب نزل ست كبيره برضو ينزلها يركن على جنب مثلا نزل ست كبيره. اذا يعني المجتمع باشا ليه اشكال وليه اطوار. مجتمعنا برضو جميل ومجتمع محترم بس في ناس بتبقى مش فاهمه كمان القانون وعايزه اول عايزه تفسرها على معانا اتصال يا ست اللواء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ام محمد متحيري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك اموري؟ الحمد لله ربنا يخليك. انت عملت الواجب يعني والزياده وصراحه كان المدرسه ما كانتش انا مش سامع انا مش سامع حضرتك معلش انا اسف. علي صوتك شويه. بقول لك انت حضرتك انا سامعك اتفضلي. الو طيب متشكرين يا محمد الاتصال قطع انا اسف. حضرتك خدت بالك معايا في الحته دي ان احنا عاوزين ايه الشعب المصري؟ معلش انا اسف يعني هو طيب وكل حاجه بس عنده مشكله. عايز يعمل هو يعمل ايه منظومه مخالفه وعايز البلد اللي تمشي عليها. يعني عارف حضرتك اللي هو ايه تلاقي مثلا عربيه مثلا مدغدغه تلاقي مثلا سواق يروح واقف في نص الشارع يقول لك يا عم انا معايا راجل العيان بنزله معلق. طب يا ابني واقف في نص الشارع. طب ما يا حبيبي ده انت عطلت الطريق كله. طب ما مثلا يركن على جنب ينزل الراجل الطيب اللي معاه ده هو ده يستحق المخالفه. ده وقف الدنيا كلها. يبقى في مرضى في حاله وفاه في ناس تعبانه في ناس عايزه تروح اشغالها. طب يبقى وقفنا الدنيا. طب ال 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 الشارع ده امتى يبقى يعني؟ طب انت قول لي بقى عربيه الاسعاف اللي ما تبقى ماشيه في الشارع اهو تمام ليه ما افتحلهاش الطريق كده وتعدى على طول بانسياب عشان تاخد المصاب ولا تاخد انت حضرتك وتشوف طريق. حضرتك ذكرتني بمشهد شفته في, ليه؟ في, في في دوله اليابان كانوا عاملين فيديو على النت كده. عربيه الاسعاف دي لو سمعوا بس الصوت عربيه الاسعاف كله يروح راكن كله يروح فاتح لها الطريق في اقل من 30 ثانيه. ده المفروض وده وعي المواطن نفسه انه لازم يعمل كده. هو الاسعاف ده بينقل المواطنين برضه تمام. يعني انا لو ماشي بالعربيه او غيري بلاقي ناس بالفعل بتيجي راكنه بالعربيه تقوم كسره كده يمين وتقوم فاتحه الطريق حتى لو كسرت على العربيه السنه عشان تفتح الطريق لعربيه الاسعاف تعدي. لازم. طب احنا يعني عندنا برضه جزئيه عاوزين نتكلم فيها يا سياده اللواء يعني بمناسبه ان سعادتك موجود معانا. ايه اساليب كسب ثقه الجمهور؟ سؤال اقوله بالعاميه. طيب اتفضل. ازاي اكسب الناس اللي حواليا؟ اولا بالود. الود بالعلاقات العامه والانسانيه. ضابط الشرطه هو ضابط علاقات عامه وانسانيه. ده احنا كده خلينا ضابط الشرطه خبير امني.
ده وخبير نفسي. احنا مش خليناه. لا هو ده حقيقه. ده حقيقه والمفروض هو ده هو بيعمل في مؤسسه ضروره زي ما قلت سيادتك. فلازم هو عنده المقاومات دي. انا قصدي انا عاوز اوصل للناس بس بس الناس معلش انا يمكن بخاطب فئه من الشعب كده يعني ناس ولاد البلد اللي هم يعني ايه بتوع اللي هم يعني عاوزين تمام. العاميه شويه تمام. انا عايز اقول لهم راجل الشرطه ده اللي انتوا بتشوفوه بس لابس والنجوم او النسور على كده انتوا مش عارفين الدنيا فيها. ده خبير امن وخبير نفسي وانسان وعنده متطلبات اجتماعيه وعنده اولاده وبيقف في الشارع 24 ساعه وما بيروحش بيته. انت عايز منه ايه؟ وفي الاخر ترجع تقول ده في تقصير. بص للي قدامك هو متحمل قد ايه عنك ازاي. معلش ارجع لحضرتك انا اسف قطعتك يعني اتفضل حضرتك في اساليب كسب ثقه الجمهور والناس. الود الانسانيه سنية. ان يكون ضابط علاقات عامه وانسانيه في نفس الوقت يحقق رغبات الجمهور في ضوء القانون والدستور. يحقق رغباته في ضوء القانون والدستور تمام. مش كل رغبه للشخص في الشارع عايز يعملها بس لازم يحسسه ان هو انسان. كلمه برضو كويسه يحسسه ان هو انسان تمام. يحسسه ان هو اصلا ايه بني ادم ليه حس ليه حواس تمام. ممكن يكون تعبان يتعامل معاه بالرأفه يتعامل معاه بالإنسانية. في مقاومات كتير للإنسانية في مقاومات كتير ومذكورة في في قانون. أنا قرأت بعض الأبحاث اللي حضرتك بتعملها في وزارة الداخلية لقيت إن حضرتك مركز في موضوع الإلمام بآلام الجمهور. الإلمام بآلام الجمهور ده شيء مهم جدا. ما هو كل اللي بقوله سيادتك ده يلم يحس يلم بيه يحسس بيه عنده شفافية. أنا عايز أقول معلومة أنا عايز أقول معلومة ومحدش يفهمني غلط. سيادة اللواء طارق النموذج اللي قدامي ده مفيش حد اشتكاه في يوم من الأيام. رسمي فهمي نظمي. تخيل أنت معايا ضابط شرطة ولا محامي ولا واحد من الجمهور. أنا آسف أنا والله ما والله ما بزكي سيادة اللواء لكن أنا بقول حاجة نموذج يعني مفيش هات الحمد لله. اسأل كده على اللواء طارق الميجي نموذج أهو. محدش اشتكى خالص. ليه؟ كنت بتعمل ايه يا ست لو عشان ما حدش يشتكيك؟ انا اسف يعني. انا اشتغلنا كنت بتنفذ القانون؟ بنفذ القانون بروحه. بنفذ القانون بروحه. تمام. بانسانيته تمام؟ وبنفذ برضو التعليمات اللي نازله من الرؤساء بطريق اللي هي برضو ايه تنفيذ القانون امتى؟ لكل ايه زمانه لكل وقته. الليل غير النهار غير الظهر غير الظهيره غير وقت ايه غير وقت ايه غير وقت ايه. احنا قلنا من الخبراء في مؤسسه الضروره تمام ضابط الشرطه او رجل الشرطه عموما تمام. فكنا بننفذها كده. ليه اصطدم انا بحد معين؟ ليه اصطدم بيه؟ ما ممكن حد وانا واقف في الكمين برضه حد يلجا ليه يسالني سؤال تمام. ليه ارد عليه بطريقه غير محترمه؟ يعني ممكن حد يوجه لك سؤال وانت ممكن يسالني سؤال وانا ماشي في العمل يقول لي بالسؤال بيعتبرني اجاوبه بيسالني سؤال اي حاجه فرعيه يقف في الكمين يقول لي انا عايز اسال سيادتك سؤال طب ليه ارد عليه؟ رد مش بعينك كده. طب ما ارد عليه ورد عليه ملوش علاقه هو بالكمين. نزل في الكمين كده وقال لي والله عايز اسال سيادتك سؤال اعمل ايه عشان اروح فين اعمل ايه كذا 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 لو اروح مستشفى كذا اعمل ايه لو عندي مش عارف ايه اعمل ايه. بيعتبرك من الخبراء بيسالك سؤال عايز رد بس عليك وقتي. لو رديت عليه وصديته طب ما هو هتعمل علاقه غير. طب لو ضحكت في وشه لو ضحكت في وشه تمام ريحت. وكلمته بكرامه ريحته انسانيا كده نفسيا تمام حسيت ما بينك وبينه شفافيه هتوصل لقلوب الناس. حضرتك كنت قلت لي حاجه كده قبل الهوا قلت لي عشان نقطع الفجوه اللي قد تكون بعض الشيء يعني مش هنقول فجوه كبيره لا الناس كلها لا الناس في ناس عندها ثقه في وانا عارف انت عملت ابحاث في كده يعني ثقه وحب لجهاز الشرطه. قلت لي احنا عاوزين نعمل نكتر من رحلات المدارس طبعا لاجهزه الشرطه يروحوا يشوفوا في اجهزه معاونه كتير ما حدش يروحوا يشوفوا. انت قلت لي يروحوا يشوفوا المطافي دفاع اللي هو يخشوا الاسام المدنيه يروح الاسام يروح المسطحات المائيه يروح اداره المرور الرحلات المدرسيه رحلات الطلاب والتلاميذ الطلاب والتلاميذ اللي هم من اول كي جي 1 لحد اعدادي بلاش ثانوي. دي هتعمل ايه يا ست اللي هو الموضوع ده يعمل ايه؟ اولا هيقرب الود وهيقرب الود وهيقلل الفجوه تمام. وهيقفل الفجوه نهائيا ما بين الشرطه والجمهور تمام. طلبه المدرسه ما تطلع رحله ينسق مع المدريات او ينسق مع الامن العام بدل ما تطلعهم القناطر الخيريه. طب ما يطلع برضه يشوف الانقاذ النهري بيعمل ايه
ما هو ما يركب المركب شوف برضه. شوف العمالقه اللي بينزلوا يجيبوا الغطاسين بينزلوا يجيبوا ما يشوف برضه الغرقة. شوف الانبوبه ديت بتاعه الاكسجين ويشوف الغطاس بينزل ايه ويشوف الغرقه ازاي ويركب برضه الزودياك ده ويمشي فيه ويمشي تحت السيطره اللي معاهم مندوب ويشرح لهم الحكايه بتمشي ازاي والدفاع المدني كده. طب ما عندهم ابحاث بتتعمل وعندهم الدفاع المدني او الحمايه المدنيه تمام عندهم كل حاجه وفي برنامج بيتم كل يوم ليه ما يروحش الزيارات. كنت حكيت لحضرتك قصه جميله كده وانت في الخدمه المحترمه قلت لي مدير امن بني سويف لما دخل المدرسه والله انا شفتها فعلا راح حي العالم الصبح ده نوع من الوطنيه يعني انا كنت في الفيوم في مديريه امن الفيوم من سنه 2014 ل 16 تمام وفعلا في يوم قال احنا هنروح النهارده هناخد الضباط مجموعه من الضباط وهنعد على ثلاث مدارس منهم اول مدرسه من الساعه 7 الصبح ونحيي العالم وهنخش هنستأذن بره عشان نخش نحيي العالم. الطلبه كانوا فرحانين قد ايه كانوا في منتهى السعاده وقفنا حيينا العالم معاهم تمام ووقفوا الطلبه ويصورونا ومبسوطين وجينا على فجاه وقلنا لهم كده ما هو ده نوع من الوطنيه. وموجود مديريه امن في يوم موجوده على فكره وكلام من ده صحيح وموجود واكيد بيسمعوني الطلبه سامعيني وسامعين سيادتك وبيشوفوا سياده اللواء حصلت مره واثنين وثلاثه سياده اللواء المحترم وكل رجال الشرطه محترمين نورتني يا سياده اللواء الله يخليك والله الله يخليك احنا سعداء جدا ده انا ليا الشرف والله احنا لنا الشرف اكتر. كان معانا النهارده سياده اللواء طارق راجل شرطه عاش وسط الناس حافظ على كيانه كراجل شرطة وحافظ على حب الناس. دعوتي ورسالتي في برنامج ضد الفوضى يا مصر يا مصري يا مصرية يا محترمين لو عاوزين ما تشوفوش أي حاجة غلط عندكم خطوط سخنة بلغوا فيها عندكم النجدة عندكم كل الجهات الرسمية فاتحة لكم دراعاتها سيادة الرئيس بيقول خلاص مفيش محسوبية مفيش محسوبية مفيش مش هنغطي على حد لا للفساد سيادة الرئيس النهاردة قال ايه ضد الفساد افهموا الكلام دي رسالة من سيادة الرئيس لكل الجهات الأمنية والأجهزة الأمنية مفيش حاجة اسمها فساد مصر هتقوم بيا وبيكم وبينا كلنا مش الشرطة لوحدها مصر كلها كيان واحد. كنت معاكم اتشرفت بيكم اتشرفت بيك يا سياده اللواء الله يخليكم ضد الفوضى جداً. كان معاكم وائل فرغلي ابو شوشه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.